بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهارده هنتكلم على الاسبرين. الاسبرين طبعا معروف على مستوى الوطن العربي، هو دواء مناخته لعلاج الصداع، الانفلونزا، الزكام، الجيوب الانفيه، تسكين درجه الحراره وخفض درجه الحراره، الناس اللي عندها مشاكل في القلب فبياخدوه عشان سيوله الدم. يعني منتج جميل وحلو، الغلاف بتاع العلبه بتاعته بالشكل دوت، وفي منه انواع في مصر زي الريفو، بيبقى عبارة عن شريط طويل أخضر كده، وكان بيتباع بمبالغ زهيدة، لكن دلوقتي بدأت أسعاره ترتفع. النبات أو الإسبرين ده جاي منين؟ الإسبرين جاي في الأصل أيام الحضارة الإغريقية والحضارة الفرعونية وحضارة الهنود الحمر، كانوا بيستعملوا لحاء شجر الصفصاف. إيه هو اللحاء؟ هو القشرة الخارجية لجذع الشجرة، ياخدوا منهم اللحاء دوت ويقطعوه ويحطوه في الميه، وبعد كده بفتره مثلا نص يوم او يوم ياخدوا منقوع الميه ديت من اللحاء ويشربوها، فبيحصل تخفيض لدرجه حراره الانسان المصاب وتسكين للالام بتاعته. مع مرور الوقت ومع مرور الزمن وعمال العلماء يشوفوا ايه السبب او ايه الماده اللي موجوده في اللحاء بتاع شجر الصفصاف اللي بتعمل الموضوع ده، لغايه لما سنة 1833 صيدلي فرنسي قدر يحضر المادة الفعالة وسماها الصفصفين. الصفصفين طلع المادة الفعالة اللي موجودة في لحاء شجر الصفصاف وسماها الصفصفين، ومنها حضر المادة الكيماوية اللي هي اسمها حامض الصفصفيك أو بالإنجليزي حامض السلسليك سنة كام؟ 1833. جه سنة 1899 الصيدلي الألماني هوفمان في معمل باير قدر إن هو يصنع حامض خلات الصفصفيك، تمام، وسماه الإسبرين. يبقى من سنة 1899 حتى يومنا هذا وهم أنتجوا وصنعوا المادة الفعالة كيماويًا وسماها الاسبرين، اللي هي ماده ايه؟ حامض خلات الصفصفيك، تمام، اللي هما بيسموها حامض الاسيتايل السلسليك، تمام. ويطلعوا الاسبرين اللي احنا عارفينه، ودي النشره الداخليه بيقول لك والله الحبه الواحده بيكون عباره عن 500 مللي جرام من الحامض الاسيتايل السلسليك. معنى كده ان الحبه يعتبر نص جرام. نيجي نتكلم وبعد كده نتكلم في الاخر ايه الموضوع. احنا كده عرفنا ازاي وصلنا لتصنيع الماده الفعاله للاسبرين. معنى كده ان الاسبرين ده مش منتج طبيعي، الاسبرين ده منتج كيماوي ليه اثاره وليه رد فعل. فبالتالي خلي بالكم برضه، نرجع ونقول معلومه ليكم، انتوا فاكرين لما بنيجي نقول بعض النباتات والاشجار اللي بتمنع دخول الحشرات عندنا، زي مثلا شجره النيم، هل احنا بنستعمل النيم شجرة؟ يعني مثلا لو انا زرعت غابة نيم، هل الغابة دي بتمنعني الحشرات؟ لا، دي بنفسها النيم بيصاب بالحشرات زي البق الدقيقي وزي المن وزي التريبس وزي السوس اللي بيجي للثمار بتاعته وتاكل البذور بتاعته. طب ايه الموضوع؟ احنا لما بنقول النباتات مفيدة او النبات بيعمل كذا وكذا وكذا، فاحنا بناخد النبات ده وندخل بيه المعمل، نقعد نبحث ونفحص ونعمل تحليلات لغايه لما نوصل فين الماده الفعاله اللي بتقضي على الموضوع الفلاني، وبعد كده بنعمل بقى تجارب كيماويه ازاي نعرف نوصل للتركيب الكيماوي للماده الفعاله دي. لما نوصل للتركيب الكيماوي مين صنعها في المعامل. فبالتالي انت لما بتقول انا عندي شجره النيم بنستخلص منها، مش احنا قلنا ايه؟ بنستخلص منها المادة الفعالة للقضاء على الحشرات، يبقى انت بتعمل عزل، بتعمل استخلاص، بتاخد المادة الفعالة، اما النبات نفسه مش بيعمل لك حاجة. طب دي نقطة مبسطة، نيجي نتكلم على موضوع حلقتنا النهاردة. ايه النباتات اللي احنا بنقدر نطلع منها ما الاسبرين او المادة الكيماوية بتاعت الاسبرين؟ عندك شجرة الصفصاف الابيض، وعندك نبات عشبي جميل معمر اسمه ملكة المروج. ملكة المروج ده نبات عشبي معمر. النباتين دولت اللي احنا بنقدر ناخد منهم المادة الفعالة. نقدر ناخد منهم ايه؟ المادة الفعالة. يعني انت عايز تاخدها بصورة طبيعية، بتاخد بقى
بتعمل استخلاصات وطرد مركزي لغايه لما تاخد المستخلصات بتاعتك اللي انت عايزها. بس الماده الفعاله كان زمان بياخدوها من النباتين دول. نيجي نرجع لموضوع الحلقه بتاعتنا ونقول ندخل بقى على الناحيه العلميه ونثبتها من الناحيه العلميه، هل الناس دي فعلا صح في استعمال الاسبرين ولا لا؟ بس في بعض النقط هنتكلم فيها. لو معلومه ليكم، لو ان في دوله الاكوادور ودي دوله موجوده في قاره امريكا الجنوبيه، عملوا فريق بحثي تبع مركز الوطني لابحاث الغلاف الجوي تحت قياده عالم اسمه توماس كار. امتى الكلام ده نشروه؟ يوم 19/9/2008. الراجل ده قال ايه والمركز البحثي ده قال ايه؟ قال لك لما احنا درسنا في دخلنا الغابات وشفناها وشفنا الغلاف الجوي، لقوا ان الغابات لما بتتعرض لجفاف او الاشجار لما تتعرض لجفاف او ظروف بيئيه غير مناسبه او تعرض لحشرات او ظروف او ضغوط، يعني النبات بيحصل له ستريس، لو ان هو بيطلع روائح كيماويه في الغلاف في الهواء المحيط بيه، لما قوم يحللوا الماده دي لقوها ان هي قريبه قوي من الاسبرين، لما قوم يفصلوها لقوها ان هي قريبه قوي من حامض السلسلك. عشان ما نقعدش نتكلم كتير في الحلقه انا مش هقعد كل شويه اقول حامض السلسلك، انا اقول الاسبرين وانتوا تبقوا عارفين ان هو حامض السلسلك او حامض اسيتيل السلسلك، تمام؟ دي كلها مسميات للاسبرين. فلو ان الريحه المنبعثه او الغازات المنبعثه قريبه من الاسبرين، فطلعوا بحث ونتائج بحثيه قال لك لما النباتات، وطبعا بالتجربه الحقليه فتره طويله، قال لك لما النباتات تتعرض لضغوط بتفرز مواد كيماويه طياره في الغلاف الجوي المحيط بالاشجار، ان هو بينبه بقى الاشجار اللي قدام، يعني مثلا لو حصل هنا في حريقه، فمثلا بعد نص كيلو او 100 متر او 2 كيلو مسافه، يعني بيقول يا شجر خلي بالك ده في عندي مشكله. فالشجر ده يعمل ايه بقى؟ يحصل له تساقط للاوراق، يحصل له تزهير سريع واثمار سريع وطرده للبذور بتاعته عشان يحافظ على الحياه بتاعه. والنبات يحصل له ايه؟ هو لما بيرمي الورق بتاعه ليه؟ عشان يعني ينكمش، تمام؟ ويدخل كده في نوع من انواع الثبات ويقدر يكون عنده مقاومه شويه. لما انت تكون حيوي وبتجري وبتلعب فانت بتبقى ايه؟ بتعرق. العرق دوت نتيجه ايه؟ ان المسام بتاعتك اتفتحت عشان تطلع العرق بتاعك. فانت بتكون في الحاله ديت لما تيجي تستحمى، لو انت استحميت بميه دافيه فبيحصل مشاكل في الجلد عندك، ليه؟ المسام اتفتح بتاع الجلد فيدخل ميكروبات. اما لما تيجي تستحمى بعد النشاط الرياضي والمجهود بميه بارده فانت بتقفل المسام اللي عندك. يبقى ده تشبيه للموقف، ان النبات بيحس بخطر فيرمي اوراقه، يرمي التزهير بتاعه، يسرع من التزهير، يحافظ على الحياه بتاعته عن طريق البذور، وبعد كده بينكمش. انكماش دوت بيبقى عندك بقى الصغور التنفسيه بتقفل شويه، النبات بيدي الطبقات بتاعته الحمايه عشان يقدر يتحمل الضغط اللي جاي، بدل ما هو قاعد كده منعنش، لا ده في جفاف احافظ على الميه اللي جوايا بقدر الامكان. دي نتيجة البحث اللي حصل في دولة إكوادور. نيجي نتكلم ونقول سنة 2007. في 2007 في أمريكا في كاليفورنيا حطوا أجهزة تتبع وأجهزة مراقبة لأشجار الجوز في كاليفورنيا عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل في النباتات ديت ويعرفوها. لو إن النباتات فيها يعني بيطلع برضو مؤشرات او روائح من ضمنها مادة الميثايل السلسلك، ودي من برضو مواد السلسلك اللي بتقول ان النباتات هتعرض لإصابات حشرية، مثلا انا عندي اصابات جراد، عندي اصابات بالحشرة القشرية، عندي مشاكل معينة حشرية، فالنبات بيبتدي يفرز المادة دي عشان يحذر اخواته التانيين. ده برضه فين؟ في امريكا. يبقى انت كده اتكلمنا في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، طلعوا الابحاث دي في 2007 و2008. نيجي بقى ندخل ونقول الوطن العربي ايه اللي حصل فيه. عندنا في الوطن العربي في مركز القومي للبحوث في مصر
دكتورة جميلة عظيمة الله يبارك فيها اسمها نهال الموجي، تحت إشراف الأستاذ الدكتور مختار عبد القادر، وده أستاذ دكتور في أمراض النبات في المركز القومي للبحوث، وعملوا أبحاث وعملوا تجارب حقلية وميدانية وطلعوا نتائج مبهرة جدا جدا. الكلام دوت برضو من كذا سنة، لكن للأسف احنا ما عندناش وعي في الوطن العربي ان احنا نقدر ننشر الأبحاث. يعني انا لما بلاحظ مثلا عندنا في مصر، هنقول عندنا تقريبا اقل حاجة 20 كلية زراعة، لو 20 كلية زراعة بيطلع منها كل عام كام ألف مهندس زراعي، وكام 100 معيد، وكام أستاذ دكتور. كل القمم العلمية دي بتطلع أبحاث. انتوا خلي بالكم لما الطالب البكالوريوس عشان يبقى ماجستير بيعمل ابحاث، ولما يبقى من ماجستير للدكتوراه بيعمل ابحاث، ومن دكتوراه لاستاذ مساعد ابحاث، ومن استاذ مساعد لاستاذ دكتور ابحاث. تخيل الشخص الواحد لما يبقى استاذ دكتور تعمل كام بحث. الابحاث دي كلها للاسف بتتحط في الادراك وبتتقفل ومحدش يعرف عنها حاجه. مش هتكلم عن مصر بس، على مستوى الوطن العربي. عشان كده بقينا في عصر الاضمحلال، في عصر الجهل، في عصر العقم، في عصر كل ما هو غير سوي. ليه؟ ان احنا ما عندناش اماكن تاخد الابحاث دي وتنشرها. يعني انا عرفت الابحاث اللي جايه من اكوادور منين؟ ان انت تقرا ونشرها في اكتر من كذا مجله علميه. وي وي من سوى هم في الغرب بيعرفوا يسوقوا المعلومه، احنا للاسف ما بنعرفش نسوق المعلومات بتاعت الوطن العربي العلمية، لو في الزراعة، لو في الطب، لو في الصيدلة، لو في الهندسة. كتير للأسف برضو ما بنعرفش نستفيد ببراءات الاختراع من الوطن العربي. احنا بنستنى لما الغرب يخترعوا واحنا ناخد الحاجة جاهزة. اما براءات الاختراع اللي موجودة في الوطن العربي للأسف، هنقول يعني ايه، 1 على مليار منها اللي بيتم تنفيذها. اما لو حصل براءة اختراع في العالم الغربي في نفس الوقت بتتنفذ وبيبقى منتشر. نيجي ونقول الدكتورة نهال الموجي قالت ايه. الدكتورة نهال الموجي طلعت بقى بحث، وعايزكم تمسكوا ورقة وقلم ونكتب مع بعض. قالت ان في بدائل طبيعية، تمام، نقدر نستعملها عشان نعمل مكافحة فطرية. مكافحة ايه؟ فطرية. طيب خلي بالكم وركزوا معايا. الدكتورة دي قالت ايه؟ قالت الاسبرين لو احنا خدنا 3 جرام من الاسبرين وطحناهم وحطناهم مع كيلو بذور من النباتات الخضر، فاحنا بندينا مقاومة لأعفان الكزور زي الريزوبتونيا اللي هو مرض الخناق، زي الفيوزاريم اللي بيعمل أعفان التربة. طيب ال 3 جرام بيتجابوا منين؟ القرص الواحد نص جرام، يبقى 3 جرام كام قرص؟ 6، يبقى 6 اقراص. اخدهم اطحنهم واحطهم على كيلو من البذور، النباتات بقى زي مثلا الترمس، زي الفاصوليا، زي النباتات والخضروات. عايزين نستعمل النباتات ازاي نستعمله؟ عايزين من عند، انا بقول لكم من نباتات، هي الدكتوره قالت لمين البحث بتاعها؟ كان على الترمس وعلى الفاصوليا. فقالت لو احنا استعملنا هيطلع ايه؟ حمايه للبذور من امراض الفطريه للتربه، وبالتالي بيكون النباتات الطالعه فيها نسبه مقاومه بتصل ل 80%. 80%. طيب يبقى احنا قلنا 6 بذور، 6 حبات نطحنهم على كيلو بذور. الكيلو ده عايزين تعملوه على كيلو بذور خضروات، على نباتات زينه، على فاكهه، على اي بذره نبات عايزين تعملوا له تعقيم ومقاومه للامراض الفطريه، يبقى ده بتاعكم. اكتبوه عندكم كده في ورقه. 3 جرام يبقى يساوي 3 جرام ايه؟ 6 حبات من الاسبرين، نطحنهم كويس يبقى بودر ونخلطه بالبذره. طب انا زرعت، بعد لما بزرع والنبات طلع، اول لما النبات يطلع مش انتوا بتلاقوا كده في ورقتين طالعين فيه؟ الورقتين الصغيرين دول ده ورقه البذره. ورقه البذره دي بقى بيطلع منها ايه بقى؟ الورقه الحقيقيه للنبات. بيبقى عباره عن ايه؟ ورقتين او ورقه. لما تطلع الورقه اللي بعديها يبقى كده طلعوا ورقتين. الورقتين دولت لما يوصل الحجم ده اديله بقى رشه. الرشه دي عباره عن كم تركيزها؟ 50 بي بي ام. يعني ايه بقى 50 بي بي ام؟
اللي هو 50 جزء في المليون، هتسمعوه مني كتير في الحلقات السابقه والحلقات اللي جايه اللي جايه. طب نيجي نقولها، هنقول ال 50 بي بي ام عباره عن لو انا كبت 1 متر مكعب ميه، 1 متر مكعب ميه يعني ايه؟ يعني متر في متر في عمق متر، يبقى ده متر مكعب، الطول في العرض في الارتفاع، ده مكعب. في قد ايه؟ في 1000 لتر ميه، 1000 لتر ميه. معنى كده ان نقول في كام بقى سنتي؟ في مليون سنتي مكعب ميه. يبقى انا لما اقول 1 جرام، هنقول مثلا 1 بي بي ام، يبقى يساوي قد ايه؟ موضوع كبير جدا. يبقى احنا نقول 1 بي بي ام اللي هو اكنك بتقول انا دوبت 1 سنتي في المليون سنتي من الميه. تاني، 1 جزء في المليون، يبقى انا المكان كله عباره عن ايه؟ 1 متر مكعب، اللي هو متر في متر في ارتفاع متر. ميه، كل المكان ده ميه، معلش هنطول عليكم بس تعرفوه عشان تبقوا عارفينها معلومه ليكم. ال 1 متر مكعب ميه، في كام سنتي ميه؟ في كام لتر ميه؟ 1000 لتر ميه. 1000 لتر ميه. ال 1000 لتر ميه فيهم قد ايه سنتي مكعب ميه؟ 1 مليون. يبقى انا لما اقول انا عندي 1 جزء في المليون يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا دوبت 1 سنتي من المركب في نقصه بقى من المليون 1، يبقى ايه؟ 9999999. تمام؟ التسعات المكررة كان ببعض عشان يبقى لما نحط الواحد عليها يبقى ايه؟ 1 مليون. دي بالحكى البلدي كده عشان تبقوا ايه؟ وصل لكم المعلومة لما اقول 1 جزء في المليون. طيب الدكتورة دي بقى قالت ايه؟ هنحط نرش بقد ايه؟ 50 جزء في المليون، يعني 50 جرام تقريبيا. ال 50 جرام يعني كام قرص؟ يعني 100 قرص. احنا قلنا من القرص نص جرام، يبقى ال 100 جرام تمام؟ 100 قرص يعملوا لنا قد ايه؟ 50 جرام. طيب العلبه فيها كام قرص؟ فيها 20، يعني انا عايز كام علبه؟ 5 علب من الاسبرين، اكسرهم واطحنهم وادوبهم في متر مكعب ميه، يبقى انا كده عندي تركيز 50 جزء في المليون. ارش بيه النباتات. ده لو انا عندي مزرعه، لو انا عندي غيط، لو انا عندي مكان واسع. تمام؟ طيب يبقى انا دوبت قد ايه؟ 50 قرص في 1 متر مكعب ميه ورشيت. امتى؟ لما يطلع لي الورقه الثانيه، وبعد 10 ايام اترشه ثانيه، وبعد 10 ايام اترشه ثالثه. هتقول لي هو ينفع احفظ بقى الميه دي كلها بعد الرش؟ اقول لك لا، ان دي حاجات كيماويه بتتكسر بعد كده. يعني ايه بتتكسر؟ يعني بتتحلل، بيحصل لها تحلل تحلل تحلل. فعشان كده اي مبيد كيماوي سواء مبيدات حشريه او فطريه او اسمده، لما اجي بخففها بالميه اديني اقصى حاجه 6 ساعات، بعد كده ارميها ملهاش اي لازمه. طيب انا كده رشيت، هتيجي تقول لي طب انا عندي في البيت، انت بتكلمني على 1 متر مكعب، انا لا عندي مزرعه ولا عندي حاجه، انا عندي قصصين ثلاثه في البيت وبقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يوفقني فيهم. اقول لك حاجه بسيطه، حط نص قرص، نص قرص على لتر ميه، نص قرص على لتر ميه، ورش بيه الزرع بتاعك سواء النباتات الداخليه او الخارجيه او الخضروات اللي عندك. بس هنرجع بقى النقطة بقى الدكتوره قالت فيها، قالت ايه؟ لكل ماده كيماويه مصنعه لها اثر متبقي في النبات ومنها للانسان. فهي الدكتوره عملت ايه؟ هي رشت الرشه الاولى، عملت اول حاجه البذور، ولما حصلت الورقتين رشت الرشة الأولى، وبعد 10 أيام الثانية، وبعد 10 أيام الرشة الثالثة، يبقى كده كام؟ 30 نقول إيه؟ 30 يوم، في خلال 30 يوم رشت. النبات اللي هي بتتكلم عنه، هي اتكلمت على إيه؟ مثلا على الترمس، على الفاصوليا، فأنت عندك فترة أمان طويلة قبل الجمع الثمار هيكون في خلالها استنفذت مادة الإسبرين في النبات، وغير كده ان ادت للنبات مقاومه لمده 90 يوم.
ضد الامراض الفطريه زي تبقع الاوراق وزي امراض الذبول. يبقى احنا كده عرفنا المعلومه دي. يبقى انا لما اجي استعمل الاسبرين ما استعملوش على الخضروات الورقيه اللي هو زي الخس والبقدونس والكزبره والجرجير والحاجات الورقيه. ليه؟ ان فتره عمرها قصيره، فممكن يكون في اثر متبقي للاسبرين، فلما نيجي ناخده هيبقى فيه تراكمي. هتيجي تقول لي ما انا بشربه عشان البرد وعشان الكحه وعشان وعشان وعشان. اقول لك ان اي ماده كيماويه ليها اثر ضار، ليها اثر تراكمي، مع الاستمراريه هتبقى فيه مشكله. فعشان كده بقول لكم بلاش الاطاله في الحاجه، استعمل على قد احتياجاتك. ده بالنسبه للدكتوره نهال لما اتكلمت، قالت لك برضو الدكتوره قالت لك ايه؟ انا ممكن في عندنا مرض بكتيري بيصيب بعض الاشجار البتشرده، فاكرين حلقه عن في القناه عندكم عملتها عن نخيل الزينه، ده نخيل البتشرده. النخيل ده بيجيله بعض الامراض الفطريه في القم البكتيريه في القم النامي، السبب بتاعها بكتيريا اسمها سيتومونس. عشان ادي مقاومه كويسه وعلاج كويس بجيب استريبتومايسين. ازازه الاستريبتومايسين دي موجوده عند محلات المبيدات البيطريه، الناس اللي قرب مزارع الدواجن والحاجات دي كلها بيكون عندهم الاستريبتومايسين. بجيب بقى على الالف لتر ميه او الواحد متر مكعب ميه بحط قد ايه؟ بحط 800 جرام من استريبتومايسين على 60 جرام من الاسبرين. ال 60 جرام هيكونوا قد ايه؟ 120 حبه اسبرين، نحطهم وندوبهم في التانك ونرش بيه النخل بتاعنا فبيفيد. فبعد كده ان هو بينفعنا في مجال كبير قوي في القضاء على الامراض الفطريه، لامراض الذبول وامراض تبقع الاوراق وامراض فطريه كتير جدا. طيب نيجي نقول ايه كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض دي بالنسبه للبحث اللي عملته الدكتوره نهال الموجي. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا الاسبرين ينفع نستعمله للاصابات الفطريه. طب الاصابات الحشريه مفيش بحث اتكلم عنه، بس قال لما بنستعمل الاسبرين على النباتات بيحصل عندها النبات بيكون مقاوم، بيكون صحي اكتر شويه، فبالتالي بيبقى مقاومته للامراض فيها قوة. فممكن وليس أكيد مكافحة الأمراض الحشرية، بس ما فيش بحث مؤكد عن الموضوع ده. البحث المؤكد عن الأمراض الفطرية، أمراض الذبول وأمراض التبقع. يبقى إحنا اتكلمنا عن النقطة دي. في بعض الناس تقول لك إحنا بنستعمل الإسبرين كمحلول تجذير، ما فيش بحث أثبت الموضوع ده. اجتهاداتي الشخصية أنا ماليش دعوة بيها، انا لازم اجيب الحاجه موثقه علميه عشان اعرضها عليكم وتبقوا انتم متاكدين منها. مفيش بحث علمي طلع لحتى الان ان الاسبرين يكون عباره عن هرمون تجذير. زمان كنا بنستعمل الاسبرين، نحط نص اسبرين على الفازات الميه اللي فيها الزهور بتاعتنا، اللي احنا مثلا عندنا زهور ورد، عندنا اي زهور قطف عايزين نخليها فتره طويله في البيت عندنا في الفازات، بنحط نص اسبرين على اللتر ميه وندوبه كويس، وبعد كده نحطه في الفاز ونغير الميه مثلا كل اسبوع 10 ايام، وكل مره نحط لها نص حبه اسبرين. معنى الكلام دوت اللي انا قلت لكم في حلقتنا النهارده ان الاسبرين مفيد للنباتات لعلاج الامراض الفطريه، الذبول والتبقع. لكن نصيحه مني ليكم، الاسبرين ده الشركات الادويه لما تعرف ان احنا بنستعمله بالكميات الكبيره ديت للمزارع والخضروات الفاكهه والزينه والخضر هتبتدي تغلي سعره، والاسبرين ده دواء الفقراء والمساكين. فلو احنا يعني معنى اصح المادة الفعالة اللي هنا احنا بنصنعها مش بناخدها طبيعي من النباتات، تمام؟ فبالتالي احنا بنغلي سعر الأدوية دي على الفقراء والمساكين. فرجاء كحاجة شخصية ليا انا وضحت لكم ان احنا بنستعمل الحاجات دي للعلاج، لكن من بناشدكم ممنوع استعماله. ليه؟ عشان شركات الأدوية ما تغليش سعر الاسبرين فبالتالي يكون غالي على الفقراء والمساكين، وبالتالي الموضوع يكون صعب عليهم. خلي الفقراء يعيشوا وخلي المساكين يعيشوا، بلاش نموتهم اكتر ما هم ميتين. رجاء تكون حلقه مفيده لكم، وتحياتي لكم جميعا، مع الف سلامه.